نحن في الإدارة العامة لإقامة وشؤون اللجان تقدمنا بمشروع الممر الذكي، والذي المشروع الذي أبهر العالم حقيقة، وتناقلت عبر وسائل الإعلام 216 مليون تناقلوا الخبر عبر وسائل الإعلام المختلفة في العالم أجمع. أوراق العمل الأخرى أيضا والمشاريع التي تقدمت مشاريع رائعة ومبهرة حقيقة. دولة الإمارات العربية المتحدة دولة السعادة، ودبي هي مدينة السعادة.